السلام عليكم. اليوم نتابع عملية قص العشب الهجين بملعب عنابة، واللي هذه العملية تمت البارحة الحقيقة، والملاحظ هو أن العشب يظهر في أحسن ما يرام، وكذلك سوف يكون لنا فيديو آخر حول عملية يعني اللي راهي متسارعة نتاع وضع الكراسي واللي تقرب من النهاية نتاعها. إذن انتظروننا في فيديو آخر عن عملية وضع الكراسي، ونترككم تتابعون العملية تاع قص العشب الهجين في الملعب نتاع النابة، اللي الحقيقة أنه يظهر في أفضل من كل يعني الأرضيات اللي شفناها في الملاعب الأخرى. اترككم مع الفيديو هذا، والسلام عليكم.